ما حصلش تنفيذ عقوبة الزنا إلا في حالتين اثنتين، سيدنا ماعز والمرأة الغامدية. سيدنا النبي قاعد بعد العصر في المسجد وفوجئ بامرأة تقبل ناحيته، خبط لزق كده. يا رسول الله، قال نعم يا أمة الله. قالت إني زنيت وجئتك لتطهرني. سكت، هي تجعل ما سمعش. قالت يا رسول الله إني زنيت وجئت إليك لتطهرني، ففضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. يبقى مرة عندها دين، يبقى هي خايفة من بكرة، يبقى هي بتتقي الله. يا أخوانا، من السهولة أن الإنسان يزحلق. إحنا أرباب معاصي، إحنا مخلوقين من الطين، والطين المعفن صلصال من حمأ مسنون. يا ريت طين كويس. إحنا مخلوقين من طين، فالمعصية فينا والشهوات فينا والدناءة فينا والذنوب فينا والسيئات فينا. لذلك هو غفور وغفار وتواب ورحمن ورحيم. عرفنا. وعزتي وجلالي إن لم تذنبوا لذهبت بكم ولجئت بأقوام آخرين يذنبون فيستغفروني فأغفر لهم. مش هنشجعه على الرزيلة، لكن عشان تعرف انك انت في ظروف تبقى اقوى منك يا اخي، في ظروف تبقى اقوى منك. انت معرض. احنا انبياء، احنا اصحاب عصمة، ما كنا اصحاب بلايا ورزايا، وعندنا من الذنوب كبائر ولمم وصغائر وكل شيء، مش كده؟ لكن نقول ابواب الله مفتحة على الدوام، من تاب تاب الله عليه. هي كده. إذا رجع العبد العاصي إلى الله، إذا رجع العبد العاصي إلى الله، إذا رجع العبد العاصي إلى الله، سطع نور بين السماء والأرض، ونادى المنادي أيتها الخلائق هنئوا فلانا ابن فلان فقد اصطلح مع الله، فقد رجع إلى الله، فقد تاب إلى مولاه. يا رسول الله زنيت فطهرني. فبص لها كده، قالت له عايزين نكسب وقت، انت هتقول لي زي ما قلت الماعز، يا رسول الله أنا زنيت وأنا الآن حبلى من الزنا. كلام من الآخر، وأنا الآن حبلى من الزنا. قال لي طب انت حبلى من الزنا وجياني أطهرك، طب استني لما تضعي حملك، لما ناخدوك انت باللي في بطنك، طب ذنب ايه هو المسكين ده؟ ده ضحيه، هيبقى ضحيه في الاول وفي الاخر. ارجعي الى مكانك ولك الامان. فاذا وضعت ولدك او بنتك جيئي، لكن ما كتفهاش. يعني لو ما داتش اتنسى الموضوع، ما قالهاش بالتو اللحظه واطلع يا فلان احرسها واقفل عليها الباب لغايه ما تولد وتجيبها، لا 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 لا. قال لها روحي، ومتى وضعت حملك ذكرا او انثى ان شئت فتعال. الباب مفتوح، لكن هي مره حره عايزه تتطهر، عارفه ان فضيحه الدنيا اهون الف مره من فضيحه الاخره. ما هي لو اقيم عليها الحد تروح الى الله بيضاء سليمه، تعفى من عذاب النار. ما انت كده كده ميت. اذا كان اخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل، فكم تساوى في الثرى راحل غدا وماض من الوف السنين. ما النتيجة وحدة، خنق ولا شنق، الكل في الرقبة. ما انت ميت ميت. فغابت الى ان وضعت حملها وجاءت بمولودها، جت من نفسها تاني مصرة على التوبة، مصرة تطهر. قلت له يا رسول الله أنا المرأة التي زنت وكنت حاملا وجئتك، وأنت قلت لي حتى تضعي حملك، ها أنا قد وضعت ولدا وجئتك لتطهرني. سبت على المبدأ. قال له طيب وده ذنب إيه؟ مش ليه لبن عندك؟ مش أنت اللي بتغذيه كأم؟ لا لا ضرر ولا ضرار، خليه معاكي وانت معاه لغاية ما يشتد عوده ويستغنى عن لبن الأم، والدبيل يكون هياكل يعتمد على نفسه ويستغنى عن أمه. غابت لغاية ما فطمت
وجابت له ربع رغيف ولا بتاو اللي كان موجود زمان، وراح تدخل على رسول الله. دي ثالث مرة ترجع، جاية بمزاجها تبحث عن توبة عن طهر، ده الدين والإيمان. قلت له يا رسول الله ها هو قد استغنى. قال أرنيه، عايز يتأكد مش كلامه بس، امضي وتوكل على الله. لا اللي حضر يسد، لا ده حدود. فنظر النبي إلى الغلام وجده يأكل من كسرة الخبز، قال أعطينيه، رح واخده. من تبعها من أهلها ولد عمها والأخواتها؟ قال رجل أنا. قال خذ هذا تربيه ما تضراش، ذنب ايه دي ضرحية، لا 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 انت تربيه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، اذهبوا بها. خدوها كتفوها وغطوها بجلابيه عشان تستر، ونزلت الحجارة فيها. سيدنا عمر كان ينقل الحجر الغليظ، سيدنا خالد بن الوليد كان ينقل الحجر الأغلط ويرموا عليه، ففي حجر نزل على راسها فنثر الدماء فوصلت إلى ثوب عمر في رواية وإلى ثوب خالد في رواية. فضايق سيدنا عمر، قبحك الله، لوشتيني يا وش الفجر. سيدنا خالد، أعوذ بالله منك ومن دمك ونجاستك. فسمع النبي بمثل هذا الكلام فتأثر وقال سبحان الله سبحان الله، والله لقد تابت إلى الله توبة لو وزعت على 70 رجلا من الأنصار لوسعتهم. يا عمر يا خالد، أرأيتم أفضل من أنها جادت بروحها لله؟ أرأيتم أفضل؟ ده 3 مرات مصرة الطهر، ده في درجة أعلى من أي واحد فيكم، مالكم يا إخوانا؟ إيه الأمر غير كده خالص؟ يا سبحان الله، المرض عندها يقين وعندها إيمان وعندها إقبال وحرص على الشرف وعلى الكرامة وعلى التوبة وعلى وعلى. واحد يقول لي طب أم العمين تليم الأول المشوار ده يا أخوي، مقدر ومكتوب. هي صاحبة عصمة؟ أنا صاحب عصمة؟ أنت ما تخطئش يا إخوانا، الخطأ ملازم لين، كل بني آدم خطأ، مش دي قاعدة؟ أيوه. وأي واحد معرض يا إخوان أن تزل قدم بعد ثبوتها، المهم نتوبوا، المهم نرجعوا، المهم نصفح الصفح الجميل. مواضيعنا كبيرة، وأنا كل ما نريد أن ننفعكم وعلى الله القبول. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واسترنا واستر أعراضنا، واهدنا واهد شبابنا الحيارة، وارحمنا وارحم نساءنا الثكالة. اللهم وفق ولاة الأمور لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقنا ولا تشقي بنا ولا تجعلنا سببا لمن شقى. عافنا واعف عنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا في لحظة العرض. اشفنا واشف مرضانا شفاءك الذي لا يغادر سقما. اللهم سلم المسافرين والمسافرات والطلبة والطالبات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأعظم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله، إلا ونحن في ظلال الله، إلا ونحن تحت عرش الله.